أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين واليابان من مستويات متقدمة وتنام ملموس، خاصة مع تبادل الزيارات الناجحة المتبادلة لقيادتي البلدين. وقد ثمن سموه حفظه الله خلال استقباله في قصر الرفاع اليوم سعادة السيد شيجيكي سومي سفير اليابان المعتمد لدى المملكة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. ثمن الجهود الحثيثة والمتميزة التي قامت بها السفارة اليابانية وسعادة السفير التي انعكست على العلاقات الثنائية الوطيدة والممتدة بين البلدين الصديقين. وقد أعرب سموه عن حرص البحرين على توطيد هذه العلاقات وتطويرها في المجالات المختلفة، خاصة ما يشهد منها نشاطا ملموسا كالنواحي الاقتصادية والتجارية والثقافية. من جانب أعرب السفير الياباني عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما يوليه من اهتمام تجاه توطيد العلاقات بين مملكة البحرين واليابان وتطويرها على كافة الأصعدة، منوها بالدعم الذي لقيه طوال فترة عمله في مملكة البحرين، الأمر الذي انعكس على مواصلة التعاون بالمجالات المختلفة.